أعزائي طلاب الصف الثاني، أهلا بكم في جولة سريعة حول ما سنتعلمه في الأسبوع الخامس. أولا، سنتعرف على أقسام الكلام وما أهمية معرفتنا لأقسام الكلام. فنحن نتحدث العديد من الكلمات يوميا. هل جميعها من نفس النوع؟ هل جميعها نفس التركيبة؟ هل جميعها نفس الشكل ونفس الوظيفة؟ سوف نتعرف إلى ذلك، ثم سنذهب إلى درسنا الأول في كتاب اللغة العربية تحية العلم، لنحدد هنالك ما هي أقسام الكلام ونحدد الاسم والفعل والحرف، ونضع دائرة ومربعا ومثلث على كل كلمة تختلف عن غيرها. ثم سنقوم بحل ورقة عمل تنص على أن أقسام الكلام هي اسم وفعل وحرف، ونحل العديد من الأنشطة التفاعلية عن أقسام الكلام من خلال استخدام جهازك الحاسب الآلي وحصص الموقع الألمس أو البي سي، ونقوم بالتفاعل مع أوراق العمل الإلكترونية والورقية. ثم سنقوم بحصة مكتبية شيقة جدا ونحدد مهام بحثية جديدة. ثم لا تنسى، في هذا الأسبوع لديك اختبار قراءة وتدريب على الإملاء، وهذا ما حددناه على صفحات البي سي وما نرسله لك في ورقة الواجبات اليومية. دمتم بخير أعزائي الأطفال.